مساء الخير طلاب، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. وياكم إمام حسين. اليوم راح نشرح الليكتشر الرابع من مادة الأوبراتيف دينستري المرحلة الثالثة. هذا الليكتشر راح يكون عبارة عن Classification of Cavity Preparation، اللي طبعا أخذنا نبذة عنها بالليكتشر الأول، وراح نتعمق بالكلاس 1 تحديدا، وبقية الليكتشرات راح تفتشي عن كلاس 2 3 4 و بقية الكلاسات. طبعا هاي الليكتشر راح تكون مرتبطة بالليكتشر الأول والثاني، فضروري انه تقروها على مود تفتهمون هاي الليكتشر وشنو نحكي هنا، وتفتهمون المصطلحات اللي موجودة هنا واللي اوريدي اخذناها بالليكتشر الأول والثاني. هسه عندنا الكلاسيفيكيشن اوف كافيتي. عندنا 3 type of classification، عندنا ثلاث انواع من الكلاسيفيكيشن. النوع الاول والثاني اخذناهم باللكتشر الاول، اللي هي according to tool surface involvement و according to site involved. فهسه راح اشرحهم ونجي على النوع الثالث اللي ما مر عليكم، هو اكثر نوع احنا نستخدمه وانتم تستخدموه يعني بالعيادات ان شاء الله ومن تتخرجون، يعني هو اكثر نوع. النوع الثالث اللي اسمه جي في بلاك كلاسيفيكيشن. هسه نجي على اول واحد اللي هو according to tool service involvement. راح نقسم الكافيتي على اساس التول سيرفيس، عدد التول سيرفيس اللي سوينا له preparation. فراح ينقسم الى simple cavity, compound cavity and complex cavity. راح نسمي simple cavity اذا ضمن only one surface of tooth، مثلا سوينا preparation للocclusal surface فقط، فبهاي الحالة حنسميه O. اذا تذكرون اكو فد nomenclature اخذناها باللكتشر الاول، كانت تقول انه احنا نسمي الكافيتي على الكابيتال لتر اوف ذا سيرفيس اللي سوينا له بريبريشن. فاحنا من نسوي بريبريشن للاوكلوجال سيرفيس راح نسمي او، وهذا حنسمي كلاس 1. هاي راح تفتهموها بنهايه الليكتشر، يعني مال كلاس 1 2 وهكذا. هسه عندنا الثاني كومباوند كافيتي. هذا الكافيتي راح يكون يضمن two surfaces، مثل شنو؟ مثل الام او، يعني احنا سوينا preparation للميجيال and occlusal. وشنو حنسمي؟ حنسمي class 2، مثل ما قلت لكم class 1 2 3 هاي حتفتهموها بعدين مو هسه. فهسه انتوا ركزوا لي، simple cavity راح نسوي preparation to one surface، compound cavity نسوي preparation to two surfaces، والcomplex cavity حنسوي preparation to three or more surfaces. سنجي على الصور. هسه عدنا هنا احنا سوينا preparation one surface فقط اللي هو O، فهذا شنو؟ هذا simple cavity preparation وراح نسميه O. هنا عدنا سوينا preparation two surfaces اللي هي هنا proximal surface ومن هنا occlusal surface. شنو حنسميه؟ حنسميه MO، وهو compound cavity preparation. أما هنا فإحنا سوينا preparation to three surfaces اللي هي two proximal and occlusal. هذا شنو حنسميه؟ نسميه MOD. شنو حتكون الكلاسيفيكيشن مالته؟ complex cavity preparation. نجي على الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو according to site involved. عندنا اول واحد هو pit fissure and enamel defect on occlusal surface of posterior or other smooth surfaces. تذكرون باللكتشر الأول أخذنا نوع من الكاريز اسمه بيت أند فيشر كاريز، تمام؟ البيت والفيشر وين راح تكون موجودة؟ الفيشر راح تكون موجودة بالأكلوجال سيرفيس أوف ذا بوستيريور تيث، والبيت حتكون موجودة بعدة أماكن اللي هي الأكلوجال سيرفيس أوف بوستيريور تيث، ممكن أنه تكون موجودة بال
بكال and lingual service of posterior teeth وتكون موجودة بال palatal service of the upper anterior teeth. تمام، فهذا أول نوع. شو حيكون اسمه؟ حيكون اسمه pit and fissure. تمام، وموقعه وين؟ موقعه حيكون بالocclusal surface of posterior teeth or other smooth surfaces، اللي هي مثل ما قلت موقع البيت وين تكون موجودة؟ بالبكال and lingual surface of posterior teeth، وراح تكون موجودة بالpalatal surface of anterior teeth. هنا عندنا موقع البيتس and fissure. الفشر مثل ما تعرفون موجود بالاكلوجال سيرفيس اوف مولر اند بري مولر، اللي هي البوستيرير تيث. البيت وين راح تكون موجوده؟ راح تكون موجوده بالاكلوجال سيرفيس، راح تكون موجوده بالبكال، ماكو صوره لللينجوال سيرفيس، وتكون موجوده بالبكال اند لينجوال سيرفيس اوف ذا بوستيرير تيث، وراح تكون موجوده بالبليتال سيرفيس اوف ذا ابر انتيرير تيث. تمام تمام، فهاي موقع النوع الاول اللي هو البيت اند فيشر. هسه عندنا الموقع الثاني سايت تو بروكسيمال انامل ان ريليشن تو اريا ان كونتاكت وذ ادجيسنت تيث. هسه وين راح يكون موقعه؟ يكون موقعه ان اريا ان كونتاكت وذ ادجيسنت تيث، يعني راح يكون موقعه بالمكان اللي يصير بي كونتاكت ويا السن المجاور. مثلا عندنا هنا أنا بهاي الصورة مثل ما تشوفون احنا سوينا preparation للproximal service. تمام، هاي الاريا بيها contact ويا من؟ ويا السن المجاور، فهو هذا بالضبط. هسا عندنا هذا همينة proximal cavity مثل ما تشوفون الكافيتي موقع مالته proximally ويا الاريا اللي بيها كونتاكت ويا السن المجاور. هاي عندنا two teeth affected. ان سايت 3 وين راح يكون موقعه؟ يا اما السيرفايكال 1/3 of the crown or following gingival recession and the exposed root surface. صراحه اشرحها بالصور بشكل اوضح. تذكرون بالاناتومي كان السن ينقسم الى thirds، يعني الكراون مال التوث قسمه الى cervical third, middle third, incisal third. فهذا النوع الموقع الثالث site 3 وين راح يكون موقعه؟ بالcervical third of the crown. تمام، او وين يكون موقعه؟ من يصير عندنا gingival recession، يعني يصير انحسار باللثه. تمام، فالروت راح يصير exposed، فراح يصير عندنا root caries. هسه نجي للنوع الثالث والاكثر استخداما، انتو لازم تضبطوا يعني بالعيادات انتو حتستخدموا، ويعني اشوفها كلش زحمة انه طالب مرحلة رابعة او خامسة نجي احنا نسأله نقول له هذا يا كلاس بيخربط بيناتهم، فضروري انتو تضبطون هذا الكلاسيفيكيشن اللي هو جي في بلاك كلاسيفيكيشن على مود بالمرحلة الرابعة والخامسة، تعرفون انه تفرقون بيناتهم. هو الموضوع كلش بسيط وسهل، بس يحتاج انه تشوفون صور هواية وتحفظون، يعني ما بيشي. هسه عندنا عفوا هسه مثلا اوكي، هو هاي كلاسيفيكيشن راح يكون ب 6 كلاسز 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. تمام، عندنا الاول موجود بالبوستيرير تيث and interior teeth. الثاني class 2 موجود بالposterior teeth only. عندنا الثالث والرابع interior teeth only. الفايف وين راح يكون موجود؟ راح يكون موجود posterior and interior.
والسكس همينة posterior and interior وclassics وشي كلش نادر يعني. فهسه عندنا الفري والفور وين يكونوا موجودات بالانتيريور، والكلاس 2 يكون موجود بالبوستيريور. اي شيء عداهن موجود بوستيريور انتيريور. نعيد، كلاس 2، كلاس 3، كلاس 4. كلاس 2 موجود بالبوستيريور فقط، كلاس 3 وكلاس 4 موجود بالانتيريور فقط. اما الباقين شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا كلاس 1 وكلاس 5 وكلاس 6، ذني موجودات بوستيريور انتيريور. هسه نجي نحكي على كل واحد بالتفصيل. Class 1 restoration. These restoration are used in a class 1 lesion. The following service are involved. أريدكم تذكرون البيت أند فيشر كيريز. البيت أند فيشر كيريز هو نفسه class 1، نفسه class 1 والسايت 1 بالclassification اللي أخذناه قبل ثواني همين هو نفسه class 1. البت والفشار قلنا وين راح يكون الموجودات؟ راح يكونون موجودات بالأكلوجال سيرفيس أوف بريمولر أند مولر بالبوستيريور تيث، تمام. وعندنا البت وين راح يكون موقعها الثاني؟ راح تكون موجودة بالفاشيال اللي هو يعني البكل، وباللينجوال سيرفيس أوف مانديبولر مولر، تمام. وعندنا موقعها الثالث وين قلنا؟ بالباليتال بت أوف ماكسيلاري إنسايزر، تمام. مثل اللي أخذناه قبل شوية، أخذنا سايت 1 اللي هو بيت أند فيشر، قلنا الفيشر وين راح يكون موجود؟ راح يكون موجود بالأكلوجال سيرفيس. فأول موقع إله شنو؟ البوستيريور تيث اللي هي البريمولر أند مولرز، تمام. البيت هم وين راح تكون موجودة؟ راح تكون موجودة بالأكلوجال سيرفيس أوف مولر أند بريمولر، راح تكون موجودة بالفاشيال أند لينجوال سيرفيس أوف مولر مولر فقط، بالباليتال بيت اوف ماكسيلاري انسايزر، تمام. وين راح يكون موقع الباليتال بيت اوف ماكسيلاري انسايزر؟ هاي البيت تكون قريبه من السينجولوم. هاي اشياء اخذتوها بالاناتومي. وطبعا كلاس 1 ما راح يبين بالاكس راي، يعني انتم مثلا تريدون تاخذون اشعه على مود تشوفون الديفكت اللي موجود بالتيف، ما راح تكتشفون كلاس 1، ما راح تبين بالاكس راي. فساعدنا هذا كلاس 1، مثل ما تشوفون هنا أنا موقعه صاير بالأكلوجال سيرفيس بالبت والفشر، تمام. وهنا صاير بي اكستنشن، طبعا هذا البكل سيرفيس، فصاير بي اكستنشن بحيث واصل للبكل بت. هذا كلاس 1. مثل ما تشوفون هنا عندنا هاي بت، هاي بت وذني الفشارات، تمام. هاي عندنا بت البكال بت، وهاي عندنا البليتال بت. هسه فهمتوا كلاس 1 هو نفس السايت 1 ونفس البت اند فشار كيريز، هي مجرد اشياء دتنعاد عليكم، فضروري انه ترجعون للليكتشر الاول وتقروا، يعني اللي ما قاري الليكتشر الاول ما نصح يبلش من هذا الليكتشر. هسه عندنا كلاس 2. كلاس 2 هو البروكسيمال سايت، سايت 2 مو اخذنا قبل شويه سايت 1 سايت 2، هسه سايت 1 نفس كلاس 1، سايت 2 هو نفس كلاس 2 ونفس السموث سيرفيس كيريز، هو نوع من السموث سيرفيس كيريز. كلاس 2 ريستوريشن وين راح يكون موجود؟ فقط بالبوستيريور تيث. Class 2 restoration is the extension of class 1 restoration into the proximal surface of premolar and molar. The following surface are involved: 2 surface restoration of posterior teeth, 3 surface restoration of posterior teeth, 4 surface or more restoration of posterior teeth. عندنا class 2 وين راح يكون موقعها؟ class 2 راح يكون موقعها بالproximal surface of the posterior teeth. هاي مهمة، proximal surface of posterior teeth. مرات تكون وحدها تاخذ لنا بس proximal surface، ومرات تمتد ويا الكلاس 1، تصير extension with the class 1، يعني يبدي عندنا class 1 بعدين يتحول class 2. هي اكو كذا حالات، يعني مرات بس عندنا class 2
ومرات هو كلاس 1 يصير بي اكستنشن ويا البروكسيمال سيرفيس فنسميه كلاس 2 تمام. ومرات يمتد لحد هنا فيتضمن لنا فري سيرفيسز، ومرات نفسه هم يصير بي اكستنشن بكالي فحيصير فور سيرفيسز. راح اعيدها عليكم خاف تخربطوا. عندنا كلاس 2، كلاس 2 هو شنو؟ هو كيري صاير بالبروكسيمال سيرفيس تمام. مرات شنو يكون؟ يكون كاكستنشن للكلاس 1، يعني احنا عندنا اوريدي الاكلوجال سيرفيس صاير بيتفكت، فكاكستنشن للكلاس 1 صار بالبروكسيمال سيرفيس، هاي شنو حنسميه؟ حنسميه كلاس 2. بهيجي حاله راح يضمن تو سيرفيسز اللي هي البروكسيمال اللي هو الميجيال والاكلوجال. مرات لا 3 سيرفيس يوصل ميجيال وديستال واكلوجال. ومرات الكلاس 1 يسوي اكستنشن بكالي او لينجوالي فيصير 4 سيرفيس، يعني صار عندنا سيرفيس هنا وهنا وهنا وهنا. بكل بساطة هاي عندنا كلاس 2، والكلاس 2 أهم شيء يميزه إنه هو يبين لنا بالإكس راي. هسا كلاس 1 ما راح يبين بالإكس راي، بينما كلاس 2 يبين بالإكس راي اللي هو بروكسيمال كاريز. هسا عندنا هاي الصورة، هاي هو شفتوها حتى بالليكتشر الأول، هاي الصورة هي كلاس 2 تمام. مثل ما تشوفون هنا عندنا احنا كلاس 1 ومسوي اكستنشن للبروكسيمال سيرفيس فصاير كلاس 2. هسه الكلاس 3، الكلاس 3 يشبه كلاس 2، همين بروكسيمال يكون موجود بالبروكسيمال سيرفيس، بس وين يكون موقعه؟ إذا تذكرون هسا احنا رسمنا من كلاس 1 لحد كلاس 6 راح يكون موقع بالانتيرير تيث اونلي تمام. هسا افكت ذا انتربروكسيمال سيرفيس اوف انسايزر اند كاناين. هسا عندنا كلاس 2 البروكسيمال سيرفيس اوف بوستيرير تيث، بينما الكلاس 3 البروكسيمال سيرفيس اوف انتيرير تيث تمام. وهمين يبين بالاكس راي اي شيء، اي كافيتي الموقع مالته بروكسيمالي فراح يبين بالاكس راي. هذا كلاس 3 مثل ما تشوفون. هذا كلاس 3 مثل ما تشوفون افكت ذا بروكسيمال سيرفيس اوف انتيرير تيث. هنا عندنا انسايزر والسفل، هنا سنترال وهنا لاترال انسايزرز. الكلاس الرابع همينه راح يكون موجود بالانتيرير تيث اونلي، انفولف اللي هو كلاس 4 involves a large surface area including the incisal edge and interproximal surface of incisors and canine. يعني راح يضمن البروكسيمال سيرفيس اوف ذا انتيرير تيث والانسايزال ايدج هم حياخذها، حتى الانسايزال ايدج حيأثر بيها وطبعا يبين بالاكس راي، هو كلينيكالي كلش يكون واضح. واغلب الحالات اللي تجي كلاس 4 فهي تكون بسبب التروما، يعني الشخص يكون متعرض للتروما فيصير فراكتشر بالانسايزال ايدج، يعني نادرا ما يجي سببه كاريز. هنا عندنا هاي الصورة تبين لنا كلاس 4 مثل ما نشوف هنا. اذا نرجع الاصلة هنا فهو ماخذ بروكسيمال سيرفيس و الانسايزال ايدج يكون لارج. هسا عندنا الكلاس 5، الكلاس 5 جنجيفال ثيرد اوف ذا فاشيال اور لينجوال سيرفيس اوف اني توث. مثل ما قلت بالبدايه هو موجود بالبوستيرير والانتيرير، root of tooth near the cemento enamel junction. وين راح يكون موجود؟ يكون موجود يا اما بالروت مثل سايت 3 بالضبط، يا اما يكون موجود
على الروت قريب من السمنتو انامل جونكشن، يعني الجونكشن اللي يكون بين السمنتم والانامل، او يكون بالجنجايفال ثيرد على الكراون، تمام، ويكون يكون موجود وين بالانتيرير والبوستيرير تيث. هاي الصورة تمثل لنا كلاس 5. هنا عندنا كلاس 5 مثل ما تشوفون، هذا الجنجايفال ثيرد او سيرفايكال ثيرد، فهو يعني الديفكت اللي يكون موقع هنا نسميه كلاس 5. هسه عندنا اخر كلاس، كلاس 6، وهو يكون كلش نادر. هذا الكلاس راح يكون موجود بالانتيرير تيث وبالبوستيرير تيث، راح يسوي ديفكت بمن؟ الديفكت راح يكون بالحافة القاطعة مال السن. ان الحافة القاطعة بالانتيرير تيث شنو نسميها؟ نسميها انسايزل ايدج، بينما بالبوستيرير تيث حيكون اسمها كاسب. فنجي هنا انسايزل ايدج اوف انتيرير تيث او كاسب تيب اوف بوستيرير تيث، تمام، يأثر على الحواف القاطعة مال الاسنان مثل ما تشوفون هنا كاسب تيب، الديفكت صار بالكاسب تيب، فهو هذا كلاس 6 او يكون موجود بالانسايزل ايدج. هسه اريد اراجع الكلاسيفيكيشن بصوره سريعه. هسه هذا السنه عندنا، اذا نجي للكلاسيفيكيشن الاول اللي هو according to the tooth service involved، فهذا يكون سمبل. اذا نجي للكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو according to the site involved، فهذا يكون bit and fissure cavity. بينما اذا نجي الجي في بلاك كلاسيفيكيشن فهذا هو كلاس 1. نجي هنا، اذا نجي للكلاسيفيكيشن الاول اللي هو according to the service، هذا يكون complex. نجي للكلاسيفيكيشن الثاني فهذا حيكون proximal، تمام. شنو حنسميه؟ حنسميه MOD. ليش؟ لانه هو موجود الكافيتي فتحناه ميجيالي ديستالي اكلوجيالي. نجي جي في بلاك هذا نسميه كلاس 2. هسه هذا هذا شو نسميه according to جي في بلاك؟ هذا كلاس 3. according to site involved شو نسميه؟ proximal، تمام، cavity preparation. هذا شنو؟ هذا كلاس 4. ليش؟ لانه اخذ proximal service و incisal edge. هذا شنو؟ هذا كلاس 5، تمام. ليش؟ لانه موقعه بالسيرفايكال ثيرد او جنجايفال ثيرد. هذا كلاس 6 وين يكون موجود؟ بالحواف القاطعة مال السن. هنا عندنا شنو؟ هذا كلاس 2، هذا بروكسيمال كافيتي، وهذا شنو؟ هذا كومباوند. ليش كومباوند؟ لانه ضمن لنا تو سيرفيس اونلي. شنو حنسميه؟ حنسميه دي او. ليش؟ لانه تكون من ديستال سيرفيس من اوكلوجال سيرفيس. هذا شنو نسميه؟ نسميه او. ليش؟ لانه بس اوكلوجال سيرفيس. هسه عندنا الobjectives of cavity preparation، وهاي همين أخذناها باللكتشر الأول. أول شيء to remove diseased tissue as necessary and at the same time provide protection to the bulb. هسه أول خطوة نسويها إحنا نشيل diseased tissue اللي يقصد به الكاريز، وبالتالي وفرنا حماية للبالب، تمام. ثاني نقطة to locate the margins of restoration as conservative as possible to ensure the cavity form should not be under the force of mastication of the tooth. يعني نخلي نسوي الكافيتي بفد مكان ما راح تتسلط عليها القوة of mastication، تمام. وتألو the functional placement of restorative material، يعني نسوي placement للrestoration بحيث تقاوم الفراكتشر، يعني نسوي عدة خطوات steps معينة على مود نخلي restoration تقاوم الفراكتشر، تقاوم displacement، وهكذا.
هسا نجي الموضوع جدا مهم اللي هو steps in the cavity preparation given by GV Black. طبعا العالم GV Black سوى عدة principle للcavity preparation of amalgam restoration. طبعا هذا الحكي راح يخص الamalgam restoration only. على مود نحافظ على الintegrity of two structure and the restoration itself. يعني هاي الخطوات احنا نتبعها على مود نحافظ على السن وهمينا على مود نحافظ على الamalgam restoration from fracture or any other defect. هاي الستيبس لازم تحفظوها بالتسلسل. طبعا ان اول واحدة اللي هي obtain outline form, resistant form, retention form, convenience form. هاي الاربع خطوات نسميها primary cavity preparation. هذني ضروري انه نسويهن وطبعا بالتسلسل تحفظوهم بالتسلسل. وشنو حنسميهن؟ حنسميهن primary steps in the cavity preparation. وراها removal of remaining carious dentin, finishing of enamel wall and margins, performing the twilight of the cavity. هسا هاي الخطوات تخص كل ال classes of amalgam restoration. بس هسا احنا راح نحكي بالتفصيل على class 1 cavity. هسا كل مصطلح راح نحكي هو شنو معناه وشنو لازم يضمن. هسا عندنا اول شيء قلنا outline form. عفوا, is the shape of cavity which the cavo surface line angle of the cavity assumes after preparation. شنو معناه outline form؟ هو الشكل الخارجي للكافيتي اللي احنا حنسويه. تمام, الشكل الخارجي للكافيتي راح يمثل الكيفو سيرفيس لاين انجل اللي اخذناها باللكتشر الاول. هسه مثلا هنا عندنا هذا كلاس 1 كافيتي بريبريشن. يعني شنو كيفو سيرفيس لاين انجل؟ كيفو سيرفيس لاين انجل يعني الانجل اللي تفصل بين الاكسترنال تو ستراكشر اللي ما سوينا له بريبريشن والتوث ستراكشر اللي سوينا له بريبريشن. يعني هنا بالضبط راح تكون هيجي. هاي هي الكيفو سيرفيس لاين انجل. تمام, فهسه هو هذا الاوتلاين فورم. شنو حيمثل لنا؟ الشكل الخارجي للكافيتي اللي احنا سويناه. وطبعا كل سن إلى outline form معين. مثلا عندنا ال outline form of molar يختلف عن premolar وهكذا, وهذا الشيء حتتعمقون به بالعملي أكثر شيء حتشتغلوا على الفانتوم. هسا نجي على access. أول شيء gain initial access via the most curious part of the tooth. احنا حندخل اول شي, شون حندخل الكافيتي؟ حندخل من اكثر بارت بي كاريز, اكثر جزء متضرر. تمام, ان margins should be placed on sound tooth structure. يعني المارجنز الحواف مال الاوتلاين فورم اللي سويناها لازم تكون على sound tooth structure, يعني ما بي كاريز. تمام, in class 1 all occlusal fissures and at least that in developmental groove have been included in the preparation even when caries has not extended throughout the fissure because it has been noted that carious dentin although not evident visually or radiographically seen at the base of the fissure there is strong evidence that carious dentin may be present at the base of sealed fissure extension for prevention. ركزوا لي على مصطلح extension for prevention, هذا هو حتسمعوه. عندنا شنو يقصد؟ يقول انه هسه مثلا احنا عندنا الكاريز بس هذا اللي باللون الماروني. تمام, وعندنا ذني فشار اللي هن developmental fissures وهذا بالازرق هو outline form. يقول انه الاوتلاين فورم حيتضمن حتى
الفشرات اللي ما بيها كاريز، يعني حتى الفشرات اللي هنا مثلا، هنا ماكو كاريز، هنا ماكو كاريز، حتى بهاي الفشرات احنا راح ندخل وان يعني نشيلهن، يعني الاوتلاين فورم مالتنا حيمتد انهن. ليش؟ لانه extension for prevention، يعني احنا نمد الاوتلاين فورم مالتنا حتى بالنون كاريز فشر على مود نتجنب انه يصير كاريز مستقبلا، لان هاي المناطق هي اكثر عرضة للكاريز. وهماتين انه الكاريز at the base of the sealed fissure ما راح يبين لا visually ولا radiographically، ف extension for prevention. هسه شنو الاوتلاين فورم؟ الاوتلاين فورم اهم شيء انه تعرفون انه هو الشكل الخارجي للكافيتي ويساوي الكيفو سيرفيس لاين انجل. تمام. هسه الاكسس مين ندخل من اكثر الموست كيريس بارت، من اكثر جزء بكاريز. المارجن لازم تكون على ساوند تو ستراكشر، والساوند فيشر اللي هي developmental fissure should be involved in the preparation. ليش؟ لأنه extension for prevention. هسه عندنا النقطة الثانية اللي هي retention form. Is the shape of the cavity that permit the restoration to resist displacement through the tipping or lifting force. يعني شنو؟ يعني هو الشكل الخارجي اللي راح يسمح للريستوريشن، ركزولي بس الريستوريشن، على مود تقاوم الديسبليسمنت. تمام. يعني من نصير عليها ماستيكيشن فورس، فلازم احنا نكون مسوين فد شيب بالكافيتي بحيث الريستوريشن ما راح يصير بيها ديسبليسمنت وبالتالي توقع. تمام. فهسه شلون راح نحصل على الريتينشن؟ راح نحصل على الريتينشن. اول خطوة لازم الاوبازينج وول اوف should be parallel to each other or converge occlusally. This convergence done on buccal and lingual wall. هسه راح ابين معناها بالصور اكثر. هذا هاي الصورة، ان هذا الشكل يمثل لنا كونفيرجنس. عندنا كونفيرج، مصطلح اسمه كونفيرج، وعندنا مصطلح اسمه دايفيرج. الكونفيرج راح يكون ويا البكل واللينجوال وول. يعني شنو كونفيرج؟ كونفيرج يعني نسوي اندر كات هنا، يعني هيجي يصير كافيتي، اكو فد اندر كات هنا. تمام. على مود تثبت الريستوريشن بيها. هاي الاندر كات راح تسوي ثباتية للريستوريشن. تمام. هذا اسمه كونفيرج، بينما دايفيرج راح ناخذ I think persistent form. يعني هسا احنا عندنا retention form. فهاي الكونفيرجنس هسا اول مين بال retention form نسوي البكال واللينجوال وول converge to each other. تمام. The floor of the cavity should be flat to prevent restoration movement. فهم اوضحها بصورة اكثر. اوكي. هسه عندنا الصورة اللي على اليسار، مثل ما تشوفون البلبل فلور فلات صايرة على، بينما هنا بصورة اللي على اليمين it's not flat، اكو فد كونكيف، يعني فد تقعر. تمام. فمن تكون فلات يكون شكلها هيجي، فمن تصير فد force of mastication القوة راح تتوزع على كل restoration، بينما هنا من اكو concave والفلور مو فلات،
هاي القوة راح تنتقل للسن فراح تسبب لنا فراكتشر. تمام، فهي هاي بكل بساطة انه فلات راح يصير شكل رستريشن هيجي، فالقوة راح تتوزع بشكل متساوي على رستريشن، بينما هنا لا، القوة راح تكون باتجاه واحد، تتجي باتجاه السن، تتوزع على السن وعلى رستريشن، فراح تسبب لنا فراكتشر. Outline form should be small as possible to prevent displacing force on it. إن الأوتلاين فورم لازم يكون نارو as possible، تمام، بس بنفس الوقت يكون convenience، يعني نقدر إنه نشوف الكافيتي، نتعامل ويا الكافيتي بشكل أصح، بس بنفس الوقت لازم نكون small as possible. تمام، أكو نقطة ثانية تخص الconvergence ما ذكرتها، أكو كوما صور. المهم هسا هاي مو كونفيرج، من نجي احنا نباوع على الكافيتي اكلوجالي، هسا احنا مدى نشوف مدى نباوع اكلوجالي، من نجي نباوع اكلوجالي هنا ما راح نشوف البكل واللينجوال وول، هسا هنا مو اكو بكل وول وهنا اكو لينجوال وول يعني inside the cavity، لاني ما راح نقدر نشوفهن من احنا مسوين كونفيرجنس. تمام، هسه خلصنا من الريتينشن فورم، نجي على مصطلح اخر اللي هو resistant form. Resistant form is the shape of the cavity that enables both the tooth and restoration to withstand occlusal force without a fracture. Retention form the shape of the cavity اللي راح يمنعنا displacement of restoration، هنا لا حيمنعنا fracture. Resistant حيمنعنا fracture. Fracture of what? Of the tooth and restoration. شيء التوث والرستوريشن، هسه هو مجزئنا اياها، مسوينا شلون نسوي prevention of fracture of tooth وشلون نسوي prevention of fracture of restoration. هسه نجي على prevention of fracture of the restoration. Facial lingual width of the preparation should not exceed 1 to 4 intercuspal distance. تمام، يعني هسا شنو يعني الانتركاسبال ديستنس؟ فيشيولينجوال ويث، فيشيولينجوال ويث يعني الويث بين اللي يصير بين الفيشيال وبين اللينجوال سيرفس، يعني هذا. تمام، فهسا نجي الكافيتي بروبريشن الويث ماده، قلنا من هنا هذا الويث اوف الفيشيولينجوال ويث. تمام، يعني مثلا نفرض انه هذا الويث 4 ملم، فالويث of the cavity preparation لازم يكون ربع المسافة اللي بين هذا وبين هذا الكاسب. تمام، فشقد راح تكون ربع الاربعة 1 ملم، وهكذا قياسات من سن لسن تختلف. هسا عندنا هي ما تعبر، لازم ما تعبر الربع، not exceed 1 to 4 intercuspal distance. خلصنا من هاي النقطة. Removal of unsupported enamel by making the margin 900 to 1100، because less than 900 the tooth is more subjected to fracture. هسا عندنا شنو يقصد بريموفال اوف انسبورتد انامل؟ انسبورتد انامل يعني انامل مجوها دنتين، فالانسبورتد انامل يعني الانامل احنا يعني سوينا بريبريشن بحيث شلنا الدنتين اللي صاير جوا الانامل، فباقيه بس الانامل وماكو جوها دنتين، يعني فد جزء من الانامل وماكو جوها دنتين. الدنتين شنو وظيفته؟ الدنتين وظيفته انه يمتص الفرص اللي تتسلط على التوث، فمن الدنتين يكون ما موجود، يعني هو بهذا البارت يعني في الجزء معين انه بس انامل وماكو دنتين، فهذا الشيء راح انه يخلي الانامل تنكسر، فاحنا نشيلها remove on unsupported enamel. تمام، المارجن شقد قياسها؟ المارجن لازم يكون قياسها بين 900 الى 1100،
ليش؟ لأنه أقل من 900 هذا الشيء راح يعرض التوث to fracture. تمام؟ هسه عندنا smooth pulpal floor to prevent stress concentration area. هسه البلبل فلور لازم تكون smooth، ما بيها فد sharp area. أي sharp area نعتبرها stress concentration area، والstress concentration area تسبب إن crack initiation وهكذا. فإحنا لازم نسوي smooth للبلبل فلور. هسه إحنا قلنا بالretention form إنه الميجيال العفو البكال واللينجوال وول لازم تكون كونفيرج. هسه عندنا بالresistant form الميجيال and distal wall of the cavity should be parallel and slightly diverge occlusively to be within the enamel root direction and to prevent any unsupported enamel at the marginal ridge. هاي الهوسة راح احكيها بصور اني شرحتكم شنو كونفيرج. هسه اشرح لكم شنو يعني دايفيرج. هسه هذا يعني دايفيرج، مثل ما تشوفون يصير هيجي، بينما الكونفيرج شلون كان هيجي، اكو اندر كات، يعني يعرض جوه وكل ما نصعد فوق يكون شوية ضيق أكثر، بينما بالدايفيرج لا، العرض أكثر شيء يكون فوق وجوه يكون ضيق. فهسه إحنا الميجيال أنكم ما أشخبط، الميجيال والدستال وول لازم شنو يكونون دايفيرج. هذا شنو؟ هذا ريسيستنت مين. تمام؟ بينما البكل واللينجوال وول كانوا شنو لازم يكونون كونفيرج، بحيث احنا من البابا اكلوجيالي مثل هاي الصورة ما نشوف لا اللينجوال ولا البكال وول. تمام؟ هسه هنا يقول لك هنا كوركت وهنا انكوركت. هنا شو مسويها؟ هنا مسويها كونفيرج، بينما هي الميجيال والدستال وول لازم شنو تكون دايفيرج، فهذا انكوركت، بينما هنا كوركت. خلصنا من هاي النقطة، نجي للنقطة الأخيرة اللي هي all internal line angle should be rounded to prevent stress concentration area. مثل ما قلت A sharp angle، أي شي sharp لازم احنا نسوي له roundation smoothness، لأنه هو يعتبر شنو هو stress concentration area، وهذا الشي حيسبب لنا مشاكل. هسه نجي للخطوات اللي نسويها بحيث نسوي preventing fracture of restoration. هاي الانتعاد، هاي هناك كانت موجودة بال prevention of fracture of tooth. قلنا margins or cable service line angle لازم تكون بين 900 إلى 1100. هناك إنه على بد نتجنب tooth fracture، شو قالوا؟ لأنه أقل من أده راح تسبب لنا fracture of the tooth، بينما هنا شو يقولون؟ أكثر من هذا الرقم راح يسبب لنا fracture of restoration. تفهمون؟ يعني هنا شنو؟ هنا كانت المارجن بين 900 إلى 1100 من ضمن النقاط اللي تخص شلون نتجنب fracture of tooth، لأنه أقل من 90 حتسوي لنا fracture of tooth، بينما هنا موجودة بالنقاط اللي تخص شلون نتجنب fracture of restoration. والسبب شنو؟ ليش احنا نخليها بين هذا الرقم وهذا الرقم؟ لأنه أكثر من إدها راح تسبب لنا fracture of restoration. سعدنا النقطة الثانية اللي هي الفيشولينجوال width should be 1 to 4 intercuspal distance because large surface area exposed to more force and fracture occur. هاي هم شرحناها. هسه عندنا الاكلوجال امالغام should have thickness of 1.5 to 2 millimeters to fracture during function. هاي النقطة مهمة. الامالغام الثيكنس مالتها اقل شيء 1.5 مليم، اقل شيء. تمام؟ لانه اذا كانت
أقل من 1.5 مثلاً، إذا سوينا thickness مالتها واحد هذا راح يسبب لنا fracture، يعني تنكسر خلال الفانكشن ما تتحمل وتنكسر. الأمالغام تحتاج space، تحتاج space معين على لأنه هي الارتينشن مالتها حصلها ميكانيكالي تمام، فتحتاج فد space على مود إنه تثبت. فلازم الكافيتي بروبريشن الديبث مالته لازم يكون أقل شيء 1.5 ملم، أقل شيء. إذا أقل من 1.5 ملم ها هي الأمالغام تنكسر. فحتى لو مثلا إحنا إذا نسوي بروبريشن وشلنا كل يعني صار sound to structure عندنا، يعني sound to structure مثلا 1 ملم، ننزل بعد لحد ما نوصلها 1.5 ملم تمام، على مود انه نتجنب نسوي fracture للأمالغام. طبعا هي الأمالغام حكينا باللكتشر الثاني انه هي من ال يعني لازم نخلي جواها فد lining material لانه عندها خاصيه conductivity، فهذا اللايننج راح يكون تقريبا الثيكنس مالته 0.5 والامالغام الثيكنس مالته تقريبا 1. هسه عندنا البلبل فلور، هاي كل ساعه نعيدها. should be smooth to prevent constriction area on restoration، اي شيء sharp angle البلبل فلور لازم تكون smooth، لازم تكون flat على مود نتجنب الconcentration stress area. هسه عندنا الكونفينينس فورم. الكونفينينس فورم يعني شنو؟ is the shape of the cavity that allow an adequate observation accessibility. This is achieved by giving good depth from 1.5 to 2 mm and with 1 to 4 intercuspal distance. عندنا الكونفينينس فورم. الكونفينينس فورم هي يعني احنا نسوي فد خطوات معينة على مود نقدر انه نوصل للكافيتي، نقدر انه نشوف الكافيتي بشكل جيد. شلون نشيك انه احنا سوينا convenience form؟ مثلا احنا عندنا هذا الكافيتي سويناه، هذا الكافيتي كملنا، نجي نريد نتأكد انه احنا سوينا convenience form، نجيب اصغر كوندنسر عندنا ندخله بالكافيتي. دخل معناها احنا سوينا حصلنا على convenience form، ما دخل معناها لا. فاحنا الكافيتي لازم يكون نارو وبنفس الوقت convenience، لازم يكون نارو بحيث انه to prevent displacing force، وبنفس الوقت يكون convenience بحيث يوفر لنا adequate accessibility and observation. شلون نحصل على convenience form؟ انه يكون الديبث من 1.5 to 2 ملم، والويث يكون ربع intercuspal distance. هسه الاربع نقاط اللي حكيناها نسميها primary cavity preparation، primary steps of cavity preparation. هسه نجي على النقطة الخامسة اللي هي removal of remaining caries. Deep dentinal caries can be removed by using spoon excavator or large round pair with a slow speed handpiece. بس احنا قلنا احنا راح ندخل 1.5 ملم، هذا ال 1.5 ملم تقريبا 0.5 to 0.8 من الدنتين تمام. يعني هسه احنا عندنا انامول ودنتين، هذا 1 ملم تقريبا وهذا 0.5 او 0.8 يعني قد، يعني احنا مدام دخلنا 1.5 يعني احنا داخلين بالدنتين. فمن نوصل للدنتين اذا شفنا اكو فد كاريز، اكو ريمينينج كاريز، فاحنا نشيله. شلون نشيله؟ نستخدم سبون اكساكيفيتر او نستخدم لارج راوند بير وذ سلو سبيد هاند بيس. سادس نقطة نسوي finish enamel walls involve making the walls smooth and remove of unsupported enamel. مثل ما قلت قبل شوية الwall لازم تكون smooth، البلبل فلور لازم تكون smooth، نشيل أي unsupported enamel لأنه هاي تسبب لنا fracture of the teeth، يعني هاي تنكسر بعدين لأنه ما تتحمل the force of mastication. هسه النقطة الأخيرة clean the preparation removal of all debris by washing the cavity and drying it. آخر نقطة احنا راح نشيل الدابريز الموجودة بالكافيتي اللي
بحيث انه نسوي لها واشنج وراها نسوي دراينس. لهنا وصلنا لنهاية المحاضرة، اتمنى تكون سهلة عليكم وموفقين ان شاء الله. مع السلامة.